يقال أن الفنان هو مرآة المجتمع وصوت الإنسان العميق، فمن خلال أعماله ينجح في أن يجعلنا نرى العالم من زوايا جديدة وأن نستشعر الجمال حتى في التفاصيل البسيطة. الفنانون يحملون رسالة سامية، فهم يبنون جسوراً بين الشعوب والثقافات ويثيرون فينا التساؤلات والإلهام، ما يجعلهم قوة لا غنى عنها في حياتنا. من منا لا يتذكر البدايات الأولى للسينما الأمازيغية، خصوصاً فيلم حمو نمير الذي لقي استحساناً لدى جمهور شاسع وواسع؟ من منا لا يتذكر ذاك الطفل الذي يعيش في بيئة بسيطة يتعامل مع تحديات الحياة بحكمة وبراءة؟ أسطورة تحكيها الجداد، وقام بتجسيد الدور ببراعة الممثل الفنان مصطفى أوبيري. فمن خلال أدائه المتميز في السينما والمسرح وإتقانه للغة الأمازيغية بكل لهجاتها، استطاع مصطفى أوبيريك أن يمنح الشخصيات التي يتقمصها أبعاداً إنسانية عميقة، مما جعل الجمهور يتفاعل معه ويعيش تجاربه. لم تكن مسيرة مصطفى أوبيريك صاحب اللقب حمو نمير مسيرة فنية حافلة بالإبداع والتألق مليئة بالنجاحات فقط، بل تميزت أيضاً بالتحديات التي واجهها بجرأة، مسخراً إبداعه لخدمة الفن والثقافة باللغة الأمازيغية كما العربية الدارجة، وهي اللهجة المتداولة بالمملكة المغربية. إنه نموذج للفنان الذي لا يبحث فقط عن الشهرة أو الأضواء، بل يحمل على عاتقه رسالة فنية ثقافية هادفة. إن إسهاماته لا تقتصر على الأداء والتمثيل فقط، بل تتعدى كونه مساعد مخرج في عدة أفلام ومسلسلات، وصاحب مهارات مختلفة ومتنوعة من التوثيق لإخراج، إدارة الممثل، الدبلجة، ترجمة باللغة الأمازيغية، كتابة السيناريوهات، البحث والتدريب في التراث الثقافي الشعبي الأمازيغي. مصطفى أوبيريك تألق منذ الصغر، حيث أداء بطولة فيلم حمو نمير وهو استمرار في العطاء. ففي الآونة الأخيرة اشتهر من خلال شخصية بيدادان في مسلسل باب علي. إن أوبيريك هو منارة مضيئة في سماء الفن الأمازيغي والمغربي، رمز للتفاني والإبداع الذي لا يعرف حداً ولا حدوداً. استطاع أن يجسد بموهبته الفذة وعمقه الثقافي روح الإنسان المغربي بهويته، ناقلاً قصص مختلفة إلى جمهور واسع بطريقة مليئة بالأصالة والحس الفني الرفيع. تنوعت أدوار مصطفى بين الدراما والكوميديا، مما أتاح له الفرصة لإبراز موهبته في مختلف الألوان التمثيلية. ونذكر من بين الأعمال التي تألق فيها، ففي الأفلام السينمائية والتلفزيونية: حمو نمير، إتماتن، وشكور، نتات نغد نتات، بنيد، تبرات، تدمينين عم موسى، تزيد، مارش الحمام، شارب، ودم ياضنين، تمزيت، مرقاش، شوش، سيدة الظلام، عمتي فطنة، العائلة، أصدقاء العمر، الرحلة الطويلة، الوهم، الوصية، سوق النساء، ثلاثة وضامة، عن الرجال والبحر، حجاب الحب، بين يوم وليلة، برد سخون، أطفال القمر، بورفوار، مدرستي الحلوة، ليالي الحي القديم. ومن المسلسلات نذكر بابا علي بكل مواسمه الأربعة، أمود، رمانة وبرتال، حديدان، حديدان فقيليز، زهر ومريشة، ربعة من ربعين، أوشن، خيوط رفيعة، الهبوب. إضافة إلى الأفلام والمسلسلات المدبلجة التلفزية والإذاعية، مصطفى أوبيريك ليس فقط ممثلاً بل سفير للثقافة الأمازيغية. إسهامه في تعزيز الهوية الأمازيغية على الشاشة يعتبر مساهمة هامة في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري للأمازيغ. فحمو استطاع من خلال أعماله أن يقرب بين الثقافات وأن يجعل للهوية الأمازيغية مكانة مرموقة في الساحة الفنية بفضل إصراره ومهارته الرائعة في الأداء. بذلك يظل مصدر إلهام لجيل جديد من الفنانين ويستحق التقدير والإشادة.
الفنان مصطفى أوبيريك حمو يمثل رمزاً للعطاء والتميز في عالم السينما. قدم لنا أعمالاً فنية غنية بالتجربة الإنسانية والإبداع الفني. إن شغفه وحبه للسينما جعله واحداً من أبرز الشخصيات في هذا المجال، ليس فقط بإبداعاته السينمائية التي تركت بصمة واضحة على الشاشة الكبيرة، بل أيضاً بدوره الكبير في رعاية ودعم الجيل الجديد، ملهماً إياهم للسعي وراء طموحاتهم وتحقيق رؤيتهم الخاصة. فمصطفى أوبيريك هو من الفنانين المناضلين يدافع عن حقوق نظرائه في المجال الفني، إضافة إلى حسه النضالي والحقوقي يساهم ويشجع القضايا الإنسانية والاجتماعية، حيث يشارك في شتى تظاهرات تضامنية وخيرية في أعالي الجبال. ويكفي أن نصرح بأنه من مؤسسي قافلة المحبة التي تجول في المداشر والدواوير المنسية بجبال الأطلس، وقس على ذلك مجموعة من التظاهرات حيث هو من وضع الأساسيات واللبنات الأولى، دون أن ننسى الخامة الصوتية والنبرة الهادئة ببراءة تقاسيم وجهه، تلك التي تخطف القلوب لدى متتبع المسلسلات والأفلام المدبلجة. حمو كما يحب أن ينادى عليه هو متنوع المشارب الفنية، محب للعمل في الكواليس كما وراء الكاميرات، يتمتع بالذكاء في تعامله مع جمهوره، ولذلك فجمهوره دائما يتطلع لمتابعة أعماله القادمة والتي يعدونها بفرصة للاستمتاع بفن تمثيلي راقي ومتميز. نستطيع أن نقول بثقة أن أوبيريك يستمر في التألق والإبداع والنجاحات، وبهذا الأداء المتواصل والمتميز يظل مصطفى أوبيريك نموذجاً للفنان المجتهد والمبدع الذي يحرص على تقديم الأفضل دائماً، فهو يترك بصمة قوية في عالم التمثيل لا تمحى في قلوب محبيه وعشاق الفن. مصطفى أوبيريك، مدرسة العطاء بلا ملل.